دلوقتي معانا مجموعه من الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، واللي من ابرزها طبعا زي ما كنا بنقول لحضراتكم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل مع نظيره الموزمبيقي تعزيز العلاقات الثنائيه ووجهات النظر في قضايا القاره الافريقيه. كمان السيد الرئيس قال ان الارهاب هو محصله جهل وتخلف وفقر، والتنميه هي احد محاور مواجهه هذا الارهاب. ايضا رئيس الوزراء تابع جهود منظومه الشكاوى الحكوميه خلال شهر مايو، والحكومه نشرت حصادها الاسبوعي في انفوجراف، واخبار ثانيه كثيره نستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الاخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعه من الاحداث، ابرزها ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى مباحثات مع الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي بمقر القصر الجمهوري بماباتو في اخر محطات جولته الافريقيه. الرئيس أكد حرصه على زيارة موزمبيق في هذه الجولة الإفريقية انطلاقاً من تقديرنا لعلاقات الأخوة التاريخية اللي بتربطها بمصر، وكذلك دورها الهام في إقليم جنوب إفريقيا، وأكد أيضاً على وجود آفاق واسعة لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين مصر وموزمبيق، مشيراً في هذا الصدد لأهمية العمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين لتنسيق مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، فضلاً عن الحرص المتبادل على تعزيز تواجد الشركات المصرية العاملة في موزمبيق وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار هناك، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية والزراعة. امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ليها تجربة فيما يخص مواجهة الإرهاب، وقال الإرهاب محصلة جهل وتخلف وفقر، وهذا الجهل نتج عنه شكل من أشكال التطرف، وبالتالي المقاربة الأمنية لم تكن فقط المسار الذي اختارت مصر الاتجاه فيه، ولكن البناء والتنمية والتعمير أحد المحاور لمواجهته. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مايو من عام 2023، وده من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من معاناتهم ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية ومعالجتها من خلال الدور الفريد اللي بتقوم به منظومة الشكاوى. أيضاً امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 3 يونيو حتى 9 يونيو، تضمن الموافقة على عدد من القرارات فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي والأنشطة اللي قام بيها. امبارح كمان أكدت الحكومة أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات واردتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة ولا تمت للواقع بالصلة، مشددة على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، ونجدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعة الدفاعية والعسكرية على أرض مصر، أعلنت القوات الجوية خلال المؤتمر الصحفي العالمي عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء Egypt Air Show 2024، والمقرر انعقاده في مايو 2024 بمطار العلمين الدولي. ومن المنتظر أن يشتمل المعرض على عرض مفتوح لأحدث الطائرات بمطار العلمين الدولي، بالإضافة لعروض جوية مثيرة، مما يؤكد على حرص مصر على أن تصبح مركز متميز في مجال الطيران وقوة دافعة لتقدم صناعة الطيران وتكنولوجيا الفضاء. أما في جولة المحافظات وأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت فيها أمس، فانطلقت أمس مبادرة تطمن على ابنك في وحدات ومراكز الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، وافتتاح سوق السيارات بالمنوفية. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، مصايف اسكندرية أعلنت رفع الرايات الخضراء في الشواطئ، في ده طبعا بنسبة إشغال وصلت أو تجاوزت 40%. أما شرم الشيخ ففازت بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة لعام 2023، وأخبار تانية من مدن في محافظات مختلفة هنعرفها في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها انطلاق فعاليات مبادرة اطمن على ابنك في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس في بداية كل مرحلة تعليمية زي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والمنقولين للصف الأول الإعدادي والثانوي، ومتاح الفحص الطبي بداية من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 8 بالليل كل يوم جمعة من كل أسبوع لحد يوم 29 سبتمبر اللي جاي. كمان محافظة المنوفية شهدت افتتاح سوق السيارات الجديد اللي شهد إقبال كثيف في أول أيام تشغيله وسط توفير كل الخدمات اللوجستية وتوافر جميع خدمات المرور والحماية المدنية والشهر العقاري وورش الميكانيكا. الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أعلنت رفع شواطئ الإسكندرية الرايات الخضراء رغم التقلبات الجوية، وأكدت الإدارة أن شواطئ القطاع الشرقي حققت نسب إشغال وصلت ل 40% بشواطئ القطاع. مدينة شرم الشيخ فازت بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة لعام 2023، وتم الإعلان خلال احتفالية كبيرة ضمن فعاليات الملتقى العربي رقم 15 للإعلام السياحي 2023 في شرم الشيخ. مديرية الصحة بالمنيا أعلنت توقيع الكشف الطبي على 11,000 طفل حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية في كل مدن ومراكز المحافظة خلال شهر مايو اللي فات، وده في إطار مبادرة السمعيات اللي بتيجي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. محافظة دمياط أعلنت عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر بمعدل 127% بما يعادل 59,026 طن و560 كيلو جرام، وسط انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع اللي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد. مديرية الصحة في محافظة الدقهلية نظمت قافلة طبية علاجية في قرية الأمل مركز بلقاس، ونتج عن القافلة توقيع الكشف على 1853 مريض، وضمت عيادات متنقلة وعيادات داخل الوحدة فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة إكس راي وتحويل 83 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة وإصدار 24 قرار للعلاج على نفقة الدولة. محافظة كفر الشيخ أعلنت عن وصول معدات تشغيل مشروع مصنع إنتاج السجاد بقرية الدويدة التابعة للوحدة المحلية لكوميسيون مركز متوبس ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، بجانب مشغل الخياطة علشان يكون مجهز لتوفير العديد من فرص العمل وتدريب عدد كبير من السيدات على الخياطة وعرض المنتجات وطرحها بالأسواق، بالإضافة لتدريب السيدات على صناعة السجاد. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل خلال أيام الأسبوع اللي جاي بداية من النهاردة ولحد يوم الجمعة الجاية 117 رحلة طيران دولية أوروبية، وهيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية فور وصول الركاب لأرض المهبط.